ايه بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا يا حسين؟ انا كنت رايح اجيب ورد من المشتى. طيب ما تيجي معايا اوريك مكان احسن. فعلا؟ طبعا. هتفضلي هنا تشوفي شغلك وتخليكي في حالك. لما سكينة تقولك ما مشيتيش ليه تقولي لها أوامر اسمت هانم. ولو جنس بني آدم عارف باللي دار بينا ده مش هيبقى آخر يوم ليكي في الأوتيل وبس، هيبقى آخر يوم في عمرك. بتعملي ايه هنا؟ تاخديه من الدولاب؟ أنا ما باخدش حاجة من الدولاب، أنا برجع حاجتي تاني. أوامر اسمها تهان. يا علي، علي ايدك دي. اوعى يا مين، مالكش دعوة بيا. اتكلمت يا علي، مالكش دعوة. اتكلمت يا عيسي. مين؟ السكينة بقول لك، انت عايز تدي السكينة يا علي؟ دي هدوم ضحى وعليها دم، ومراد كان عايز يحرقها. مراد قتل اختي. اوعى ده دلع بجد. ياه، كل ده عشان قطف وردتين ثلاثة من الجنينة يبقى دلع بجد. انتوا مساكين قوي، ما تعرفوش حاجة عن الدلع. أنا مرة زعلت زهيري، قعد نص يوم بحاله يلف حوالين نفسه، وبعدين قبل ما يجي الليل جاب لي ورد قد كده. مفضل يا هانم، مفضل يا هانم. ايه يا مين فيه؟ تليفون. ترانك، ترانك. أنا كمان اتفاجئت زي حضرتك كده بالظبط. اتفاجئت يعني إيه؟ ده مفيش مجال للمفاجآت. أنت مش قلت لي إن الموضوع ده خلاص خلص؟ وخلص من غير ديول؟ بناءً عليه أنا اديت لك اللي اتفقنا عليه. مسكت إدارة الأوتيل وكمان خطبت بنتي. جاي دلوقتي. لجواب وتهديد كلام فارغ. وليه ما كلمتنيش من اول ما جالك التهديد ده؟ ما كنتش حابب ان انا اذعك حضرتك اسمك هانم، وكمان
مفيش حاجة حضرتك كنت هتعمليها أكتر من اللي أنا عملته. أنت شايفني منزعجة؟ مش منزعجة خالص. شايف؟ مش منزعج على الإطلاق. أنت عارف الموضوع دوت لو تعرف هيحصل إيه؟ طيب هتعمل إيه بقى علشان كل حاجة ما تضيعش من إيدك؟ أولهم نازلي لو عرفت. مش عارف ساعتها مش أنا لوحدي اللي هتضر اسمه تاني. هتعمل إيه علشان إحنا الاتنين ما نضرش؟ استنى اللي بيهددني ده يتصل بيا تاني علشان أعرف هو عاوز مني إيه بالظبط. بعد ما يتصل؟ أوعدك يا هاني ما هيبقى ده آخر كلام في الموضوع ده للأبد. وهيتقفل تماما. عن إذنك يا هاني. هو أنت متأكد إن ده دم؟ أمال هيكون إيه؟ الهدوم مقطوعة وعليها دم، وخطيبك كان بيجري زي المجنون عايز يلحق يحرقها. كل ده برضه مش مصدقة بعد اللي حكيتهولك وبعد ما طردوها بالمنظر ده. خطيبك هو اللي قتلها، ولو كان الملك أنا برضه هقتله. وأنت شعرفك إنك التركيبة اللي أنت مركبها في دماغك دي صح؟ طب ركبي لي أنت تركيبة تانية، بس ما يكونش همك الاول فيها ان انت تطلعيه بريء. وانت ازاي بتتكلم معايا كده؟ انا بتكلم معاك كده عشان انا ماسك هدوم عليها دم اختي. وانا ابن عمي مش سفاح ولا قتال قتلة. هو انت ازاي لغيت من تفكيرك ان انت شفت بعينك الريسبشنست هو اللي دخل هدوم ضحى مكتب مراد؟ انت قلت كده، يبقى تشك في مين، الريسبشنست ولا مراد؟ يعني مراد كده ملوش دعوه بحاجه؟ ما اعرفش، بس لازم تفكر صح عشان تتصرف صح. بس واخد سكينه ودخل له المكتب، انت فاكر ان انا هقبل بالجنان ده؟ يعني انا دلوقتي بقيت مجنون؟ ومراد اللي ضحك على اختي وقال لها ان هو بيحبها، وامك اللي اتهمتها ظلم بسرقه العقد. وهم عملوا كده ليه؟ مش عشان يغطوا سرقتها للازايز قدام كل الموظفين وانت سالت ده بنفسك وعرفت انه صح؟ وايا كان اللي حصل، وحتى لو شكوكك كلها في محلها، انت زي متخيل ان انا هعرف ان انت هتاذي عيلتي وهسكت؟ مش معنى ان انا تعاطفت مع قصه الاخ اللي خايف على اخته وعايز يدور عليها ان انا هقبل بالجنان ده. قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، روح للبوليس وخليهم هم اللي يحلوا المشكله، لكن تاذي حد من تبعي مرفوض. وريت حاول ما تاذيش نفسك ولا اذي نفسك، انت حر بس بعيد عنا. مهد عايز حاجه يا امين؟ هو انت خلصت ورقتك؟ اه روح. يعني نازل البلد؟ طب انزل معاك بقى. الست امي مش مكفيها تعب اليوم كله بعتني كمان انزل اجيب طلبات من البلد. معلش هو راح يشم هوا ويبعد شويه عن الجراند اوتيل. انت اللي مش في مكتبك طول اليوم. عندك حق، انا طول اليوم بحل في مشاكل الاوتيل لما خلاص اتهديت. سلامتك. لا ما انا خلاص نسيت كل المشاكل اول ما بشوفك. مازل انت عارف انا بحبك قد ايه؟ ايه سيل المشاعر المفاجئ ده؟ مش مفاجئ ولا حاجه. يعني انت عايز تقول لي انه مفيش اي بنت دخلت حياتك غيري انا طول فترة ما انا مسافرة؟ مفيش ولا واحدة دخلت قلبي غيرك من يوم ما اتولدت. طيب احكي لي بقى عن مشاكلك على الاقل اتسلى، بدل ما انا قاعدة طول اليوم ما بعملش اي حاجة غير ان انا عمالة بسمع حكاوي طنط فخر وشكوى امل من احسان. احكي لي عن ايه اللي مخليك مش عارف تخش مكتبك من الصبح؟ بقول لك يعني ما بصدق انسى المشاكل. تقومي تقولي لي نتكلم في المشاكل؟ اكيد لا.
ما انا عايز اعمل اي حاجه عشانك انت كمان، على الاقل اخفف من عليك ضغط الشغل شويه. مش انت بتقعد تقول انت مستعد تعمل اي حاجه علشان انا؟ بس انا عايز اقول لك انت مش محتاجه تعمل اي حاجه، عشان مجرد وجودك جنبي بس بيطمني، وانا محتاجه اطمن قوي يا نازله. مالك يا مراد؟ مالي يا حبيبي؟ انت كويس؟ اه بقول لك ارهاق الشغل بس، مفيش حاجه. مش عارفه حاساك ان انت متضايق او متوتر. نازله انت ليه محسساني ان انا مخبي عليكي حاجه؟ لا انا مش قصدي، انا بس عايزه اطمن. طمني يا حبيبتي، طول ما انا جنبك عايزك تكوني مطمنه. والله يا ماهر نفسي اغمض عينيا وافتحها لقيهم معينوا رئيس خدم جديد. بقى الواحد تعب، ست سكينه متعبه جدا، ما بتستحملش تشوف واحد قاعد على جنبي يريح ولو حتى دقيقه واحده. معلش بقى يا عم امين، كل شغلنا اللي هي متعبها. سنة عندنا متعبة أكتر يعني، أسهل حاجة عند ست سكينة تطلع تشتكي لمربي وللهانم، وهم أسهل حاجة عندهم إن هم يطردوا على طول. زي ما تقضي البنت الغربانة اللي اسمها ضحى دي. فاكر ضحى يا ماهر؟ مين ضحى؟ ضحى البنت اللي اتهموها إنها سرقت عقد فخر هاني. آه، كانت أيام سودة. أيام سرقة عقد فخر هانم دي. آه. البنت بقى اللي اتهموها بسرقة العقد اسمها ضحى. اه صحيح، اظن كان اسمها ضحى. اظن؟ هو انت نسيت اسمها ولا ايه؟ معلش بقى، اصل من كتر الاسامي اللي بتورد على الواحد طول اليوم بقيت بنسى زي العواجيز بالظبط. لا بس انت بالذات ما ينفعش تنسى ضحى ولا تنسى اسم ضحى. ليه يعني؟ وانا شغال معاكم في السيرفيس؟ انت ما تنساش لان انتوا شغالين مع بعض وشكوا في وش بعض، اكلين شاربين نايمين بيتين سوا. انما انا افتكر واحده شغاله هاوس كيبنج ليه يعني؟ عشان كان عينك منها؟ ده الكلام الفارغ ده. لا ده مش كلام فارغ، فرح قنديل عينك ما نزلتش مع ضحى. تتخرف يض، انا عمري ما عيني جت على اسمها ضحى دي ولا فاكرها اساسا. طب انا صوت البيت تيجي معايا ولا هتروح؟ لا انا هروح. تيجي تشرب حاجه؟ لا انا هروح. رشيد، أنا مراد حفظي. تركب أول قطر وتجيلي على أسوان. كنت لازم تشوف شكله وهو عامل نفسه أول مرة يسمع اسمه ضحى. ده حتى لو ما كانش معجب بيها ولا حتى كان بيحبها. واحد عاشت معانا كل السنين دي، شافها كذا مره، يعني ياما حضر معانا افراح وعزيان، ما عرفش حتى اسمها. اكيد عارفها. وقال لها انه بيحبها. هي كاتبه كده. والكلام اللي كتبته ما كانش ناوي ان حد يقراه. مذكراتها. يبقى بتكذب ليه؟ بتكذب على روحها؟ طب ما تراقبوا يا علي. انت اللي هتراقب ماهر يا امين، انا اراقب مراد. ده لو نازله انفضحت نشر وقالت انا مين. ليه بالك نازله؟ انا ما عندها حق يعني. طب استلمي ليه؟ عرفته هو مين اللي كان قال لها؟ يعني هل كنت اسيبك تقتله يعني يا علي؟ هقتله لو عرفت انه اذى ضحى، هقتله. طب ايه؟ طب بس شويه، انت لازم تخلي بالك من شغلك. انت لو اترفدت ولا هتعرف تساعد ضحى ولا هتعرف تساعد نفسك. طبق الاومليت يا فندم. حطيتي فيه فلفل رومي متقطع صغير يا فاطمه؟ ايوه يا فندم. فلفل رومي ولا فلفل حراق؟ فلفل رومي يا فندم زي ما حضرتك امرت. حلو.
انا عايزك تقولي للشيف يعمل طبق فاكهه على شكل قلب. على شكل ايه حضرتك؟ قلب. قلب 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 ازاي؟ قلب يا فاطمه، طبق فاكهه على شكل قلب، فيها حاجه غريبه دي؟ لا لا خالص. حاضر، هقول للشيف دلوقتي. حاضر. أمال صباح الخير. صباح النور يا ساجم. طب أنا لسه عايزة أكمل نومي. أنا نمتش طول الليل وتعبانة. تعبانة ليه؟ في حاجة؟ أنا كويسة يا حسين، في إيه؟ عايزة أنام. طيب مش عايزة تشوفي أنا حضرت لك إيه؟ افطار اشرفت على تحضيره بنفسي. هي الفاكهه متقطعه كده ليه؟ لا مفيش، يعني هي كانوا بيقطعوها كده في المطبخ يعني. تشكر يا حسين، بس انا عايزه اكمل نومي. حاضر يا مراد بيه. اه طبعا. حاضر حاضر. سلام. انت اسمك صديق بكري ولا البكري؟ ده هيفرق في تحديد كفاءتي في الشغل. نعم؟ ايوه، يعني اقصد لو بكري هتقبلوا الوظيفه ولو البكري هترفضوا طلب الوظيفه. اسمك صديق ايه؟ اسمي صديق عبد التواب البكري. ده انت مقدم الطلب ده من زمان قوي. اه بس للاسف انتوا رديتوا عليا من قريب. وطول الفتره دي ما اشتغلتش؟ ما تعرضتش عليك وظيفه في اي حته؟ لا الحقيقه اتعرض، بس مش هنا في اسوان. انت من اسوان اصلا؟ لا اسكندراني، بس نفسي جابتني كده اني اعيش شويه في اسوان. هو انت بتشتغل في البلد اللي نفسك تجيبك تعيش فيها؟ ده انت مستغني بقى قوي. اه ده حقيقي، مستغني جدا كمان. مستغني عن اي حاجه ممكن تجبرني ان اعمل حاجه مش عاوز اعملها، او حاجه مش على قد نفسي يعني وخيالي. ايه ده؟ ممكن تغمضي عينك؟ نعم. تغمضي عينيك؟ انت خايفه من ايه؟ انا لا بخاف ولا بغمض عيني. انت حره، اتفضلي كملي الاسئله اللي كنت عاوزه تساليها لي. انت عايز نغمض عينيا ليه؟ ممنوع نضحك بصوت عالي اثناء الشغل. على فكره انا لسه ما بقتش على قوه الشغل عندكم عشان التزم بالقوانين بتاع سعادتك يعني. وعايز اقول لسعادتك على حاجه، انا في حاجتين مفيش بيني وبينهم حاجز، ضحكتي ودمعتي. انت بقى كنت متعود تعيط قدام النزله في الاوتيلات اللي اشتغلت فيها قبل كده. وهم فين النزله دول يا هانم؟ انا مش هانم، انا الست سكينه. رئيس خدم البنات، وهبقى الرئيس عليك بحكم الاقدميه. شرفت بيك يا ست سكينه. ودمي تقيل وخلقي ضيق، ما بحبش الهزار ولا كتر الكلام. انت حره، بس على فكره انت كده هتتعبي قوي. روح استلم ازاي؟ وانا هجمع الولاد عشان تتعرف عليهم. تشك. سكن الرجاله الناحيه الثانيه من الممر، هبقى اخلي حد يوريهولك. اه كذلك. اه بالمناسبه حكايه غمض عينيكي دي كانت ليها علاقه بان كان في رمش على خد من خدودك. كان نفسي تغمض عينيكي وتتمنى امنيه، بس ما حصلش. ايه الكلام الفارغ ده؟ احيانا كتيره بنحتاج الكلام الفارغ ده. ربنا يهديك يا امين يا ابني ويسعدك ويبعد عنك ولاد الحرام. ادخل.
انا ما طلبتش ليمون. انا عارف ان حضرتك ما طلبتيش، بس انا قلت لهم ان حضرتك طلبتي علشان تبقى عندي حجه اجي بيها هنا. اصل انا رحت لحضرتك اكتر من مره عند المخبأ السري وما كنتيش موجوده. تحب حضرتك نتفق على مواعيد معينه نتقابل فيها هناك، ولا تحب انت تقرر امتى اروح وامتى ما اروحش؟ لا لا عفوا، انا ما كانش قصدي كده خالص. الحكايه ما فيها بس ان انت طالعه عندك حق فعلا، ماهر متورط في اللي بيحصل ده. الموضوع ما كانش محتاج ذكاء، لكن من كتر قرايتك في مذكرات ضحى عن علاقتها بمراد ما بقتش قادر تشوف غير هو اللي غلطان. انا عايز اشوف الحقيقه. ولو انا ما كنتش عايز هرب غير الحقيقه ما كانش زماني سيطرت عليك الفتره دي كلها. بس بقولها لك تاني، مش هسمح ان اي حد من عيلتي يتاذي. اه بس لما الحقيقه تبان حضرتك هتبقي حقانيه يا نزلي هانم، مش كده؟ انا عمري ما كنت ظالمه. انا عايز اعتذر لك على طريقتي اللي مش ولا بد. انا اسف، بس الوضع اللي انا فيه مش هين، ونفسي اطمن على اختي. انا حاسه ان هي بخير، حاسه ان في غلطه احنا لسه ما نعرفهاش. مش عارف الخير هيجي منين، بس يا رب تبقى بخير. هيبان ان شاء الله هتبقى بخير. طيب انا بعتذر لك مره تانية. عن اسمك. ايه رايك في رئيس الخدم الجديد؟ الحقيقه يا هانم مش عارفه، مش فاهمينه. يعني كنت بتمنى لو مراد بيه ممكن يقابله ويقيمه بنفسه يكون احسن. اتفضلي. لا لا لا، مراد بيه مش فاضي الكلام دهوت، عنده حاجات تانية اهم. انت بس خلي عينك عليه. حاضر يا هانم. في موضوع تاني كده كنت عايزه اكلم حضرتك فيه. ايه هو؟ حضرتك فعلا طلبتي من ورده انها ما تمشيش؟ اه. يعني حضرتك هتسيبيها قاعده في وسطنا رغم عملتها السودة دي؟ اه يعني لحد ما بطنها تكبر قدامها كده، وبعدين نزليها البدروم وخفي عنها الشغل شويه، وما تتكلميش معاها في حملها ولا مع حد تاني. حاضر يا هانم، تحت امرك. حضرتك تأمريني بحاجة تانية؟ لا بعد إذن حضرتك. طلبت منك انك تراقب ماهر. انا برقبه علي، برقبه بس يعني برقبه كده في الدنيا في رايحه وجايه. انا مش هينفع اقول له اني علي مش هشوف شغلي عشان خاطر براقب ماهر، وكمان عشان ما ياخدش باله اني براقبه. اه فالح، مراد راح فين؟ مراد اخر مره شفته كان بره عند المرسى بيقعد المركب بتاعه. بص ليه كده يا علي؟ طب عايز اعمل ايه؟ نط ورا في الميه ولا اعمل ايه طيب؟ طب اسمع، الست سكينة كانت عايزاكم تتجمعوا عند الباب الوراني بعد المغرب عشان تقابلوا رئيس الخدم الجديد. تحب ابقى افكرك تاني عند المغربية لحسن تنسى؟ انت تقول لك انت. هو فؤاد مرتبط ولا ايه يا امين؟ قلبي بيقول انه مش مرتبط. مستحيل طبعا يا مراد بيه. وبعدين يعني اللي جاي يهدد حضرتك ده لسه فاكر يهددك دلوقتي؟ اهو ده اللي حصل يا رشيد، وقدر يدخل لغايه مكتبي ويجيب لي هدومها كمان. اصل هيكون مين يعني؟ انا متاكد ان ما كانش في اي حد حوالينا ساعه ما ضربتها. من بعد جبتك علشان كده، لازم نعرف مين ده، ولازم يدفع ثمن تهديده ويسكت للابد، فاهم؟ هو طالب من حضرتك ثمن سكاته؟ لسه، بس اكيد هيطلب كده قريب قوي. عشان كده تفضل قاعد في المكان اللي قعدتك فيه جنب التليفون، واول ما يظهر هبلغك تعمل ايه بالظبط. اوامرك. وما تجيش الاوتيل.
لانه موجود جوه الاوتيل واكيد مراقبني طول الوقت. انا خاتم في صباعك يا مراد بيه، مش هنفذ اي حاجه لما تؤمرني الاول. الابتسامه والضحكه دي اجمل واحلى حاجه ممكن تقابل بيها النزيل. يحس بالامان وبالراحه ويبقى مبسوط، عشان كده لازم نضحك في وشه. اضحك في وشه ازاي يا ريس الصديق؟ اذا كان ممنوع ان ارفع عينيا في وشه اقوم ضحك له؟ ليه يعني؟ هو كسر عينينا ولا حاجه؟ هو هكون حد كسر عينيك وانت مكسوف تقول لنا امين؟ ايه ده، انا ما حدش يقدر يكسر عيني. ايوه كده، انا احب اللي يشتغلوا معايا ابو رجاله. ها؟ اسمعوا، لو حد داس لكم على طرف من غير سبب تيجوا تقولوا لي، انا هجيب لكم حقكم. والله يا عيال ده اجتماع ولا حفله سمك؟ والله انا مجتمع برجالتي واكلمهم زي ما انا عاوز. ولا تحبي اتدخل بينك وبين بناتك؟ احب كل واحد يشوف شغله. العشاء هيتقدم بعد شويه. اتفضلوا. استنى يا امين، العشاء لسه له 10 دقايق. كمان 10 دقايق هيفتح باب المطعم، هنبقى واقفين لهم تشريف يا ست هانم. هانم تاني؟ ست الهوانم كمان. من هنا ورايح انا هسمي الست دي ست ام بوز. او ممكن تسميها ست ام امين يا ريس. ست ام امين؟ ايوه زي ما بيقول لك كده. ام امين ام امين يعني؟ ام امين امي و خلاص. طب ما تفهمني بس يا ورده، ما تسيبنيش لايصه كده. منين كنت بتقولي ماشيه امبارح ومنين بتقولي مش ماشيه النهارده؟ وانت مالك يا اختي عايزه تفهمي ليه؟ مالكيش دعوه وخليكي في حالك. معلش يا ست سكينه الأمالك، اصلا انا حاسه اني دايخه شويه كده ونفسي موقعه عليا. طب قومي طصي وشك بشويه ميه بارده وبعدين نضفي حماماتنا وحمامات الرجاله. بس انا شغلانه الحمامات دي ما هي شغلانتي، انا مشرفه الدور وبس. وانا الرئيسه، انا اللي اقول مين يشتغل ايه ومفز يعمل اللي امرتك بيه. استنى، ساكنه مع مين؟ مع نبويه يا ست سكينه. بعد العشاء اللي محتاجتك روحي ترزقي معاها، ولو سالتك قولي لها ان انا اللي امرت بكده. حاضر، عن اذنك. يلا. أحمد قريبي، أنا متأكدة إنه هيمثل الدور في الفيلم بإتقان. اللي ما يعرفوش هيفكر إنه بجد جارسون. حرام عليكي الطريقة اللي أنتي بتعملي بيها حسينتي. الراجل مش عارف يعمل إيه أكتر من كده عشان يساعدك. ممكن ما تتدخليش خالص في الموضوع ده. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. جالك الترنك اللي مستنيه يا مراد؟ لسه يا اسمه تاني، بس لو اتصل وما لقانيش على مكتبي هيتصل تاني. هو اللي محتاج لنا مش احنا اللي محتاجينه. ريد واين. عملت ايه النهارده يا نظري؟ ابدا، قعدت في اوضتي طول اليوم بقرا. طيب مش كنت عديت عليا؟ مساء الخير يا هواد. مساء الخير يا بهوات. مساء النور. صديق البكري المترو دوتيل. السي في بتاعك يا متر هو السبب في انك تبقى موجود معانا هنا في الجراند اوتيل. فيا ريت تبقى قد المسؤوليه. اكيد يا فندم. بون ابوتي. مين ده؟ هو انا فخر هانم المترو دوتيل. أنا حاسة إني عارفاه، متأكدة إني شفته قبل كده. ألو؟ بكرة
زي دلوقتي تحضر 3000 جنيه وتروح عند المقياس تسيبهم وتمشي. ولو ما روحتش؟ يا ريت، عشان يبقى السر اللي انت مخبيه طول الوقت ده يتفضح.